كيف ممكن نقاوم المشاعر السلبية المؤذية في عذابها. أول إشي، وقف عن انتقاد نفسك بكفي. هذا النقد رح يخليك ضعيف. قوم وقف وركز على نقاط القوة اللي عندك عشان تطلع شوي شوي من الألم اللي حاسس فيه. واجه مشاعرك وتحداها بشجاعة. خليك قريب من شخص بيحبك وبده مصلحتك، وضلك على تواصل معاه عشان يسندك ويوقفك على رجليك صح، واسمع منه التشجيع وشاركه مشاعرك. ووعد، رح تكون قوي وأفضل من أول. تقبل مشاعرك هاي الفترة، لكن ما تخليها تسيطر عليك، والحياة ما توقفت له. مش معناته انه تتجرد من الإحساس، أكيد ما في مشكلة. اقعد وابكي، ضلك ابكي وعبر عن شعورك بالحزن، لكن ما تخلي هالحزن يتحكم في ممارسة حياتك بالشكل الطبيعي. ما تسمح انك توقع تحت تأثير التجارب العاطفية السلبية القديمة، لأنها رح تزيد من مشاعر الحزن والجروح وبتستنزف طاقتك العقلية والعاطفية وبدون فايدة، ورح تأثر على بناء علاقات المستقبل.